جريمة اختطاف وتعذيب وقتل رضا رجل المغنية الشابة ريم فكري، والتمثيل بالجثة ديالو والتخلص منها في واحد المجرى مائي هو الخبر اللي متداول بزاف في هذا الأسبوع. جريمة صراحة خايبة وخايبة بزاف بالنظر للظروف والحيثيات باش ترتكبت الأسباب ديالها، خاصة أن هذه الجريمة ارتكبت على الطريقة المفروضة بعد داك الشيء ديال المافيا. راكم شفتوا ديك الفيديو المتداول كيفاش حتى تخطط فريضة من أمام المنزل ديالو مما كان قريب ليه، جسد الناس كيجروا وراه لحقوا عليه وبداو كيضربوا فيه تحاماو فيه، وملي طاح جات واحد الكاتكات لحوه فيها وداوه. وهذا الشيء اللي داز عليه دابا تقريبا شي سيمانة. ما بغيتش ننشر ديك الفيديو احتراما لا للضحية ولا للعائلة ديالو ولا لعائلة الأرملة ديالو، لا يرحمه لا يرحم رضا، بس بر الجميع من الطرفين. معالم هذه الجريمة بدات كتوضح تدريجيا بعد ما لابيجي ديال كازا شدوا اللي ارتكبوها، وهم واحد المتهم رئيسي عنده لا ناسيوناليتي ديال فرنسية، هو من أصل مغربي. شدوه هو وشي وحدين اخرين بهم تقريبا شي خمسه وهو السادس. دابا كلهم راهم في الحالات النظريه جاري البحث معهم، هادو بسته بهم مشتبه في الارتباط ديالهم بالارتكاب والتخطيط لهذه الجريمه البشعه، ان سواء بشكل مباشر او غير مباشر. البحث مازال ما تطوى، كانت شي فرق واحده اخرى متخصصه من الشرطه العلميه والتقنيه باشرت عمليات المسح التقني في مسرح الجريمه موازاه مع إجراءات واحدة أخرى ديال التمشيط دارتها فرقة أمنية واحدة أخرى، طبعا بالتعاون مع العناصر ديال الوقاية المدنية البومبية، وذلك في المجرى المائي اللي يشتبه في أن القاتلين ديال الضحية رضا تخلصوا من الجثة ديالو فيه. لا حول ولا قوة إلا بالله بعد ما قتلوه ببشاعة، احتجزوه اختطفوه. مهم البحث مازال والقضية يقدر تكبر، وصراحة لا يأخذ الحق الشيء اللي كاين مهما كانت الأسباب، لا يأخذ الحق. أكيد الخلفية الحقيقية ديال هذه الجريمة غادي تبان كلها، ولو أن الظاهر أن عندها علاقة بتصفية حسابات بسبب خلافات سابقة ما بين الضحية ومشتبه فيها الرئيسي ديك فرنسا، لأنه لا ناسيوناليتي فرنسية والمغربي الأصل. طب بين الضحية في التصريحات ديالو في الخرجات الإعلامية ديالو تحدث على هذا الخلاف ما بيناتهم، وباللي المتهم توعد بالانتقام منه، لكن السبب علاش ديال هذا الخصام والنزاع وحدهم اللي عارفينه. اللي نفذ العملية والضحية الله يرحمه ويوسع عليه ويصبر الأفراد ديال العائلة ديالو، وكذا كما كنقول الأفراد ديال عائلة مرتو ريم فكري. غادي نتهم واحد، خليو البحث يتسالى ونشوفوا شنو غادي يكشف، ونهار تكون المعلومه متاحه وبشكل رسمي غادي نزودوكم بها. في انتظار ذلك نشير على ان هذه الجريمه كترجع لنهار 8 فبراير يعني الخميس تقريبا على ما اظن اللي داز، يعني الضحيه كان راجع للدار ديالو فين ساكن، تعرضوا له ثلاثه ديال الناس وخا هرب تبعوه حتى لحقوا عليه، بقاو كيضربوا فيه طريقه وحشيه حتى طاح وجات واحد الكاتكات داروه فيها وهربوا. العساس فيما بعد غادي يلقى السوارز ديال الضحيه طايحين تماكو فيهم الدم، ما طاحش البالو شنو تعرض ليه وبقى كينتظر حتى يرجع، حيت ما ظنش انه يقدر يكون وقع عليه شي سوء او الشيء اللي وقع عليه حقا. بس 6 ايام البوليس وصلوا بمعلومات عن وقوع حاله اختطاف وبداو خدمتهم. طبعا شي حد اتصل ايضا بالاب ديال الضحيه الموجود في الخارج ديجا، ومشى طبعا لولاية الأمن سمعوا ليه، والبوليس ما قصروش في الخدمة ديالهم باش يوصلوا للمختطفين ديال الضحية بأقصى سرعة ممكنة. طبعا وصلوا ليهم في زمن قياسي، وكان شي كاميرا المراقبة وتقات العملية ديال الاختطاف كما شفتوا، وراكم شفتوا الفيديو كما قلت. ومن بعد ما ضربوا الضحية وداوه ديك السيارة الرباعية دافع الكاتكات داوه لواحد الدار، هاد الدار هي واحد الفيلا ديال المتهم الرئيسي. تماك كان التنفيذ الفعلي ديال هاد الجريمة البشعة تحت الإشراف المباشر ديال
هاد المغربي الأصل الفرنسي الجنسية. الضحية احتجزوه تماك بعد ما اختطفوه من المكان، ما اكتفوش غير بالاحتجاز والاختطاف ديالو، عذبوه مسكين حتى مات. عذبوه في واحد الحاوية تابعة للدار ديال المتهم الرئيسي، واللي موجودة في منطقة المنصورية بدواحي مدينة المحمدية. لا حول ولا قوة إلا بالله. بعد ما قتلوه ناخد فيهم الحق، مشاو هزو الجثة بعد ما متلو بها لحوها في مجرى ديال واحد الواد ضواحي مدينة الرباط. شنو يكون السبب وراء هذه الجريمة المافيوزية والانتقام من الضحية بهذه الطريقة؟ أبشع يعني هذه البحث المشاهدة كل ما الآن. يكشف. احنا ما غاديش نسبقوا الأحداث ونقولوا الشي اللي ما كاينش، لكن المنشور المتداول من المعلومات كيقول بلي الضحية قبل ما يتعرض للتصفية الجسدية كان تعرض أيضا لتهديدات جدية بالتليفون. شي حد كان كيتصل به بالضحية وكيهدد، ربما هو المتهم الرئيسي أو شي حد مسخره. غاديش ندخل في تفاصيل تلك التهديدات والمضمون ديالها كما قلت، حيت كاينة السرية ديال البحث وشخصيا أحترم البحث. وملي غادي توضح الرؤية مرحبا بكم، غادي نعطيكم المعلومات الكافية والكاملة. للأسف الشديد أن روح الضحية مازال ما ارتاحت، لكن وقع غير المتوقع. كنقول غير المتوقع ما بين عائلته وعائلة مرته، أو بالأحرى الأمر ديالو. ده المسلسل ديال تبادل الاتهامات ما بين الطرفين بطريقة ما غضبتش غير الناس العاديين، غضبت حتى الناس العاديين، مش غير العائلات المقربين، حيت على الأقل بنادم يتسنى حتى يخف الألم بعدها وعاد يشوف. محمد ديال الأرملة الهالك دار واحد البلاغ شار فيه لهاد القضية، وقال بلي ديك التصريحات ديال عائلة الهالك مذيبة إذا المشاهد كما وصفها، وجات بعد ساعات قليلة من إعلان الخبر ديال المقتل ديال الضحية، واللي للأسف الشديد تعرض السيمانة اللي دازت للتعذيب والاختطاف والاحتجاز، حتى أن أجزاء من الجثة ديالو تقطعات قبل ما يجري التخلص منها ديك مجرى النهري بضواحي الرباط. الأبحاث مازال جارية في هذه القضية. يمكن ما بغيتش نزيد في ديك الشيء البلاغ باش مازال. المهم محامي دار البلاغ توضيحي في الوقت اللي قال الأب ديال الهالك بلي نسابو دخلوا للفيلا وداو اللي داو. حنا ما غاديش ندخلوا في التفاصيل، الله اعلم الله اعلم. في نظري خليو الروح ديال الرضيعه ترتاح، وخليو الحسامه بين ناسكم اللي ما بعد، واللي عنده شي حاجه ياخذها بالقانون ماشي بحاجه واحده اخرى. شكرا لحسن استماعكم وتتبعكم والمواظبه ديالكم على الاهتمام بالشي اللي كتنشروا قناه مروكن كريم تي في للجريمه المغربيه. نتمنى باش نكون دائما عند حسن الظن ديالكم ونقدم لكم المحتوى في المستوى محترم. والى فرصه لاحقه دمتم اوفياء لقناه مروكن كريم تي في الجريمه المغربيه، الله يبعد لكم.